اسمي فيونا ناصر، عمري 24 سنة، أنا لبنانية، عايشة ببيروت على البربير. خلال الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا والانفجار تبع بيروت كان شغلنا كلنا بالبيت مش ثابت، يعني واجهنا صعوبات إنه نضلنا متحملين الوضع. شخصياً أنا ما كان عندي شغل حتى، ولا أختي، وبي كمان وقف شغله. بعد انفجار بيروت توجهت لأكتر شي بحب أعمله هو التطوع، حاولت ساعد أكتر شي فيني عيال تضررت بأي طريقة فيني. خلال هالفترة شفت نوايا حتى إعلان إنه في employment hub، كتير لفتني الموضوع لأنه كنت بحاجة لشغل وبحاجة مرن مهاراتي يلي كانت نايمة بوقتها. وبعد عدة اتصالات ومقابلة لقيت حالي بلشت مع employment hub بشهر تشرين الثاني ب2020، وبعدنا لهلأ مكملين. أكتر شي حبيته إنه صرت جزء من الجمعيات يلي بحب اشتغل فيهم، وقدرت اكسب خبرة بهالمجال ونمي المهارات يلي أنا شاطرة فيهم، بالإضافة للتدريب المهني اللي أخدناه مع سويفت شيفت يلي قدرت فيه اتخلص من كل مخاوفي وكل الضياع يلي كنت فيه، وكمان الدورات التدريبية عبر الزوم يلي قدرت فيها نمي كل المهارات لفوت بالعالم المهني بشكل مظبوط. بس خلصت الانترنشيب مع الفولنتير سيركل يلي كانت هي مع بيت البركة، اجاني فرصة عمل منهم وكملت معهم، وفرحان كتير انه آمنوا بقدراتي وبعدني مكملة مسيرتي معهم. أكتر صعوبات بنواجهها نحن عنا ببيروت إنه نلاقي شغل مناسب لكفاءتنا وللمهارات اللي عنا إياها. دايماً بنلاقي أشغال ما بتقدر كل شيء دارسينه أو كل شيء شاغلين عليه. أنا دارسة ماجستير بالإدارة التربوية، وهدفي إنه صير عم دير مشاريع خيرية بالجمعيات. المسرح والتمثيل هن هوايتي، وكمان اشتغلت على حالي ومهاراتي فيهم. في مقولة بحبها بتقول في جمال وسحر بكل واحد منا، وأنا بآمن إنه كل إنسان بيستحق فرصة ليكون أفضل نسخة من نفسه.